هذه الأسلاك تنقل طاقة كهربائية من مولدات وزارة الكهرباء إلى المستهلكين في بغداد. أما تلك الأسلاك فهي تنقل الطاقة الكهربائية من المولدات الخاصة إلى نفس المستهلكين. فبعد 10 سنوات على اجتياح العراق لا يزال إنتاج الدولة للطاقة الكهربائية أقل بكثير من حاجة المواطن إليها، لكن مسؤولين في وزارة الكهرباء متفائلون. طبعا التفاؤل أكيد، يعني احنا استندنا على أرضية صلبة، مشاريعنا مشاريع الوزارة 42 مشروع تخص قطاعات الوزارة، 3 إنتاج نقل طاقة وتوزيع، منهم 20 مشروع لمحطات توليدية بلغ نسب الإنجاز من 50 صعودا إلى 90%، وبدأت المحطات تدخل إلى الخدمة. مشاكل كثيرة أرهقت قطاع الكهرباء منذ اجتياح العراق وحتى اليوم، أبرزها تدهور حال الأمن الذي أبعد الشركات عن العمل في العراق لسنوات طويلة، إضافة إلى سوء التنسيق بين وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط والموارد المائية. أغلب محطات العراق غازية كهذه المحطة في معسكر الرشيد سابقاً، تعمل على الوقود الذي تشغل الغازات المنبعثة منه هذه التوربينات، وبعد ذلك تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية وتنقل إلى المستخدمين عبر خطوط التوتر العالي. أبرز المشاكل التي تواجه هذه المحطة نوعية الوقود المستخدم. الوقود الثقيل تشغيله طبعا صاحبه كثير من المساوئ البيئية، الاتساخ بالإضافة إلى تأثيرها على عمل التوربينات الغازية، مما يضطرنا في بعض الأحيان إلى إطفاء الوحدات، يعني كبروسيجر عمل من الشركة كل 168 ساعة لإجراء عمليات الغسيل للريش. من مصفى الدورة ينقل النفط الثقيل ليصل إلى المحطة، وعبر هذه الأنابيب ينتقل إلى خزانات ضخمة سعة الواحد منها 5 ملايين لتر. هذه البراميل تحتوي على مواد كيماوية تستخدم في معالجة الوقود الثقيل، ليصبح بذلك صالحاً للاستخدام في تشغيل المحطة وفي توليد الطاقة الكهربائية. القيمون على المحطة يؤكدون أن هناك مشاريع لتحويلها إلى الغاز الطبيعي، وهو الوقود الأمثل لهكذا محطات. لو تحقق ذلك تكون البلاد خطت خطوة نحو حل واحدة من عدة مشاكل يواجهها قطاع الكهرباء في العراق. مسؤولو الوزارة يؤكدون أن تحسناً نوعياً بات على الأبواب، والأزمة ستنتهي نهائياً يعني في الخريف المقبل، يعني في شهر تشرين أول نمنح طاقة كهربائية لمدة 24 ساعة لعموم محافظات البلاد. أنتم واثقون؟ لجميع محافظات واثقون جدا، وأيضا نأكد على هذا الأمر. المناطق السكنية تحديدا، يعني المناطق السكنية سنحقق الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام للقطاع السكني. أشهر قليلة إذن، ويتضح ما إذا كانت الوزارة قادرة على حلحلة إحدى أكثر أزمات العراق تعقيدا. رامي رحيم، BBC، بغداد.